على مدار الساعة نكون معكم، نجتهد في نقل الأحداث من الميدان لنعيدها إليكم. منكم نستمد وجودنا ونسعى لأن نبقى في صدارة اهتماماتكم لنصنع فارقاً في مستقبلنا جميعاً. خلف كل خبر قصة، وراء كل صورة حكاية، بين السطور يتوارى الكثير من الألم، ونحن نستمر في نقل التفاصيل إليكم لنبقى في صدارة اهتماماتكم ولنوصل أصواتكم لكل العالم. تتنوع برامجنا تبعاً لاهتماماتكم، هدفنا الوصول لكم والتعبير عن همومكم وتطلعاتكم. نعمل على إيصال أصواتكم ونؤمن بأنكم تستحقون المزيد. نحن هنا لأجلكم، هكذا كنا وسنبقى كذلك.